الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في النار كل ضلالة بدعة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن البرد زهراء الجاحي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه من خرج إلى الشام فلما جاء ضربه أن الوباء وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن يوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بعرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرة. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عمر إن من صرف من حديث عبد الرحمن. به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجه فقال: رجل أو عذاب أعذب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية فتذهب المرة وتأتي الآخرة، فمن سمع بعود فلا يكرمن عليه، ومن كان بعود وقع بها فلا يخرج فرارا منه. باب في الهبة والشفاعة. وقال بعض الناس: إن أخذ هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين، وهتال في ذلك، ثم رجع الله فيها فلا زكاة على واحد منهما. وقال عبد الله: فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. به قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل الصوم. به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوات في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الدروب فلا شفاء. وقال بعض الناس: الشفاعة للجواب. ثم عمل إلى ما شدده فأبطله. وقال: إن اشترى جارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفاعة، فاشترى سهما من مئة سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفاعة في السهم الأول، فلا شفاعة له في باقي الدار، وله أن يختار في ذلك. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال: سمعت عمر بن الشريف يقول: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده
ظلمه يا سالم. وقال أمورا في المسر ألا تأمر هذاني يشتري مني بيتي الذي في داري. فقال لا أزيدك ولا أرجى منك إما مقطعا أو إما منجما. قال أوتيت 500 نقدا فقلته وقال أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق سفر ما بيته. أو قال ما أتيتك قلت لسفيان إنما ما أمر لم يكن هكذا. قال لكنه ما له لي هكذا. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفاء فله أن يحتال حتى يبذل الشفاء فيهب البائع للمشتري الدار ويحبها ويدفعها إليه ويعود للمشتري ألف درهم ولا تكون للشفيء فيها شفاء. به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن ابراهيم بن ميسرى عن عمرو بن شديد عن ابي راهي ان سالم صار له بيتا باربعمائه مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسكنه ما أتيتك. فقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار وأراد يبذل الشفاء وهب لابنه الصغير لا يكون عليه يمين بعض الرجال عامل ليهدى له. به قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة النجار عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللطبية. فلما جاء حاسبه قال هذا مالك وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تعطيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا وحمد الله وأثنى عليك. ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجلا منكم على العمل مما أولاني الله فيأتي فيقول هذا مالك وهذا هدية هديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. فوالله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ولا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواه أو ثمرة لها فراع أو صعبا طيب. ثم رفع يده حتى رؤي بياض بطي يقول اللهم هل بلغت بصر عينيه وسمع اذنيه. به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسر عن عمرو بن شريف عن ابي راهي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسفره. فقال بعض الناس يشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حين يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقذه 9000 درهم و999 وينقذه دينارا بما بقي من العشرين ألفا. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 9000 درهم و999 درهم ودينار
لأن البيع حين أصبحت فإن تحر صرف في الدينار فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال أبو عبد الله: ما جاز هذا الخداع بين المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم لا داء ولا عقبة ولا عائدة. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى سفيان قال حدثني ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريف أن أبا رافي صار مصاد بن مالك بيتا بأربعينات قال: فقال مولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسفره ما أتيت. اللهم صل وسلم على باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن كيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري فأخبرني أروى عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت به مثل فلك الصبح، وكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي الذوات. ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يدعو إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغتني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغتني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت علي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتسير الرحم وتسلك الحديث وتحمل الكل وتكر الليف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قسي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنسر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله يكتب.